أعلن الرئيس العراقي برهم صالح تكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى القادمي بتشكيل الحكومة بعد وقت قليل من إعلان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي اعتذاره عن عدم القيام بذلك. تحول جرى في غياب لاحتجاجات الشارع العراقي بحكم ما فرضه تفشي وباء كورونا. أهلا بكم، كان هذا خبر حلقتنا ونناقش فيما وراءه. أي حيثيات ودلالات حفت بانسحاب الزرفي من تشكيل الحكومة العراقية وتكليف القادم به وسط انشغال العراقيين بجائحة كورونا؟ إلى أين يتجه المشهد السياسي في العراق بعد تكليف القادم بتشكيل الحكومة العراقية وما ينتظرها من ملفات ساخنة؟ ساعة واحدة فصلت بين إعلان عدنان الزرفي عن انسحابه من تشكيل الحكومة العراقية وإعلان الرئيس العراقي برهم صالح تكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى القادمي بالمهمة. بين هذه المحطة وتلك توافق بين الكتل الشيعية لاقى ترحيبا واسعا من الكتل السياسية بمكوناتها السنية والكردية، شددت على أن الظروف التي يمر بها العراق لا تحتمل مزيدا من التأجيل في تشكيل الحكومة المرتقبة، ظرف وجدت بلاد الرافدين نفسها معنية زيادة على واقعها السياسي المأزوم بتداعيات تفشي وباء كورونا وما فرضه من تباعد اجتماعي جعل الشارع العراقي باحتجاجاته أكبر غائب في هذا التحول السياسي. المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة مصطفى القادمي تعهد بتشكيل حكومة تضع تطلعات الشعب في مقدمة أولوياتها وتصون سيادة العراق وتسهم في حل الأزمات وتعمل على تحسين الاقتصاد. وكان النائب عدنان الزرفي قد اعتذر عن تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية وقال إن أسبابا داخلية وخارجية حالت دون نجاح تجربة تكليفه. وأضاف الزرفي أن اعتذاره عن التكليف يأتي حفاظا على وحدة البلاد ومصالحها العليا. موضوع حلقتنا نناقشه مع ضيفينا من عمان عبر سكايب الدكتور أحمد الأبيض الكاتب والمحلل السياسي، ومن بغداد الدكتور حيدر البرزنجي الباحث والأكاديمي. دكتور حيدر، أبدأ معك، لماذا القادمي ولماذا هذا التوافق الذي وصف بالنادر في هذا التوقيت على الرغم من أن اسم القادمي مطروح منذ نهاية العام الماضي؟ مع في البداية تحية لكم ولمتابعي قناتكم المفترة ولضيفكم الكريم. يعني أعتقد أنه المخاضات العسيرة التي خاضت في الكتل السياسية هناك تخبط حقيقي وواضح مع كل الأسف بسبب هذه الدوامة التي بدأت باستقالة السيد عادل عبد المهدي ولم تنتهي إلى هذه اللحظة. ما كان هناك يترتب على أنه تم اختيار السيد محمد توفيق علاوي، حتى اختيار السيد محمد توفيق علاوي لم يكن وفق الحقيقة التوافق، لأنه كان هناك معارضة من قبل الكتل الكردستانية وبعض الكتل السنية بحسب ادعاء السيد محمد توفيق علاوي بسبب قضية المحاصصة وإلى ما إلى آخره. جاء السيد زرفي خارج السياقات الدستورية بحسب الكتلة الأكبر المناط بها أن تسمي مرشحا إلى السيد رئيس الجمهورية، ولذلك كان السيد الكاظمي مرشح سابق وضمن الأسماء التي تدور في رحى وفي طباع الكتل السياسية، لكنه كان مرفوضا من هذه الكتل. طيب ما الذي اختلف الآن دكتور حيدر؟ الاختلاف هو تحقيق الإرادة للأغلبية الشيعية باعتبار أنه هذه القضية وهذا المكان وهذا المنصب هو من اختيار الكتل الشيعية تحديدا، ولذلك شكلوا لجنة من سباعية لم تفلح هذه اللجنة بسبب المسميات، عادوا مرة أخرى حتى يرجع أو ترجع أس العملية السياسية إلى نصابها، لأنه الثيمة الأساسية في نظام البرلمان الديمقراطي أن تنتخب الكتلة الأكبر وتنتجب وتقدم إلى رئيس الجمهورية. لم يعمل بهذا الأمر حقيقة، لأنه ذهبوا بعض النواب إلى سيد رئيس الجمهورية وقدموا اسما، جاء ترشيح السيد الكاظمي
ممكن أن نسميه ترشيح تسوية. طيب دكتور حيدر، دكتور حيدر، ذكرتم الكتلة الشيعية وأن هي صاحبة الاسم النهائي فيما يتعلق بتكليف رئيس الحكومة. هل الكتل الشيعية تتوافق بشكل تام على هذا الاسم بما فيها الفصائل المسلحة التي تتشكل من بعضها هذه الكتل؟ إلى الآن تلك الفصائل لم تبين موقفها. بعض أجزاء من الكتل السياسية حقيقة كانت غير متفقة. اليوم هناك بيانات تتوالى، أتوقع أنه هناك بيان آخر يصدر غدا من الفصائل المقاومة وسوف يكون واضح وصريح في موقفها إزاء التشبيه. لكن تبقى هذه الفصائل هي ليست مشاركة في العملية السياسية، ويبقى رأيها ضمن إطار الكتلة الأكبر. إذا تم الاتفاق من الكتل الشيعية الكبرى على مسمى، تبقى قضية بقية الكتل حقيقة مجرد تبدي. ولكن دكتور حيدر، يعني هل يمكن تجاوز رأي هذه الفصائل وهي من تمتلك السلاح على الأرض؟ مبدئيا أنا أعتقد لم يكن هناك تجاوز، لأنه تسمية السيد الكاظمي كانت ضمن حوارات وسلسلة محاورات لم تكن آنية، لم تكن الآن، كانت ضمن سلسلة محاور متعددة. ولذلك نجد أنه عندما سمي السيد الكاظمي بالتأكيد يمكن أن نقول هناك اتفاق نسبي، اتفاق معين بهذا الخصوص. قد تكون لها موقف فصيل واحد أو فصيلين ممكن أن يعترضوا على هذه التسمية، ولكن بالتالي بالشكل العام هناك اتفاق. حقيقة يبقى مسار آخر، هو مسار هذا التكليف. يعني هل يمكن أن يسير السيد الكاظم بهذا الاتجاه؟ طيب سأعود إلى مسار التكليف، لكن سؤال فيما يتعلق بالفصائل المسلحة. المعلومات ترددت عن أن كتلة الفتح اكتفت بتوقيع السيد العامري على تكليف السيد القاظمي، ولكن الفصائل المسلحة التابعة لها وافقت على هذا التكليف دون التوقيع. ما دلالات ذلك إن صح، وماذا يعني؟ بالتأكيد السيد العامري لا يمثل جميع الفصائل، هناك من هي مشاركة في العملية السياسية وهناك من هي غير مشاركة في العملية السياسية. وعلى مستوى التحديد حقيقة هناك بعض الفصائل غير مشاركة، كتائب النجباء هذه غير مشاركة، هي جزء من الحشد الشعبي في العملية في منظومة الدفاع الأمني، ولكنها لها رأي سياسي. وأنا أعتقد أنه هناك تفرد بالقرار من قبل الفتح في عدم اتخاذ رأي سياسي من هذه الفصائل ومن هذه الجهات باعتبار. ومن هنا كان سؤالي دكتور حيدر، إن كان يمكن تجاوز رأي هذه الفصائل، النجباء كانت قد رفضت الزرفي في السابق. سأعود إليك، ولكن دعني أتحول للدكتور أحمد الأبيض. دكتور أحمد، أين هو الشارع العراقي من هذه التحولات التي تجري؟ نعم، بدأت تحياتي لك وضيفك من بغداد وجمهوركم. الحقيقة كل اللي حصل هو لولا تضحيات الشعب العراقي منذ انتفاضة تشرين إلى اليوم ما كان وصل لحتى السيد الكاظمي ولا اللي رشح قبله. وهذا نتاج لأول مرة بعد 17 عام بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وتشكيل هذه المعادلة السياسية. إن صحت هذه التسمية، هي معادلة سياسية وليست حياة سياسية قائمة على أساس التغانم، بعد أن كانت قد أسست على أساس التحاصص انتقلت إلى المغانمة. والشعارات كثيرة ترفع والتهويل لهذا الوضع في العراق السياسي كبير جدا طبعا، ولكن واقع الحال والبؤس اللي وصل العراق اليوم. أقول الشارع العراقي موجود، الشباب العراقي صحيح من هذه القوة السياسية التقطت على ما يبدو أنفاسها، ولكن هي واهمة بأنه ثورة تشرين انتهت لا تنتهي. يعني أسمع منك دكتور أحمد الأبيض بشكل واضح، يعني الشارع العراقي هل يعتبر القاضمي شخصية مقبولة له في مرحلة انتقالية؟ أنا جدا واضح ودقيق في عباراتي وأنطلق من بعد وفهم للشعب العراقي. حتى الذين رفضوا من الشارع لم يكن رفضا واضحا، كانت مجموعات تعبر حقيقة لها صوت عالي، وحتى فيها أطراف سياسية كانت التي ترفض كل المرشحين. تعرفين جنابك أكثر من 10-15 اسم تم تداولها. ماكو مقياس هنا لمعرفة أين هو الوضع في الشارع العراقي ابتداء الحراك
أو للشعب العراقي. هذه القوى السياسية اعتادت الحقيقة أن لا تلتفت إلى الشعب ومشاعره واهتماماته، هذا واحد. طيب السيد القاضي تحدث عن أنه سيضع تطلعات الشارع العراقي في مقدمة أولوياته. هذا منطلقاته هو، هذا هو منطلقاته، ولكن الشارع العراقي ينتظر أشياء أخرى. يعني واضح جدا الشعب العراقي ماذا يريد، يريد الاستقلال ويريد الاعتدال ويريد عودة الوطن الحقيقة وتشغيل كل ماكينة حياته، ليس فقط في زمن كورونا، من 17 عام وقبله، من 40 عام العراق تقريبا دوره معطل، ولكن بشكل مباشر بعد الاحتلال تعطل العراق كل أدواره، أقصيت كل كفاءاته وكل، وبنيت للأسف وضع السياسي على أساس التحالف الطائفي اللي أوصلنا لهذا اليوم. أقول السيد الكاظمي ماكو شيء مضمون، وانت سالتي ضيفك الكريم من بغداد حول لماذا بعض القوى السياسيه او الفصائل لم تعلن موقفها، انا اقول لك يا بكل صراحه هذا الموقف مدخر الى يوم اخر. ما المقصود بذلك؟ ما المقصود بذلك دكتور احمد الابيض؟ ما الهدف من تفضل. مدخر الى ان يكتشفوا نواياه، سوف تكون اول كلمات تصدر منا فيما يتعلق بالوجود الامريكي على سبيل المثال او في التعاطي مع الميليشيات في النقطة الجانب الآخر هو الفيصل الحاكم، هذا من ناحية استراتيجية. طبعا من ناحية تكتيكية أيضا سوف تخضعه الأحزاب إلى التحاصص ومحاولة الابتزاز السياسي قبل الخوض والمسار إلى البرلمان للتصويت عليه. هذا هو الواقع العراقي اليوم، لا يمكن القفز عليه وتسويته وتصويره على اعتباره شيء مثالي. هذا الواقع السياسي ليس فقط في العراق، في كل دول العالم. طيب. ذكرتم الملفات التي تنتظر الفصائل العراقية موقف القادم منها لكي تحدد بشكل واضح هذا التوافق إن كان سيستمر. مصطفى القادمي يزاوج في تكوينه وخبرته بين الجانب الأمني وبين الاشتغال على قضايا المصالحة الاجتماعية، فهل سيكفي ذلك لينجح في مهمة يشهد الجميع بصعوبتها البالغة وهي معالجة الملفات الساخنة والمعقدة، مع علمه بالمطالب الجذرية لحراك شعبي توقف إلى حين نزولا عندما فرضه تفشي وباء كورونا من تباعد اجتماعي؟ هنا أعود إليك دكتور حيدر. دكتور حيدر، هذا التوافق الذي سميته بالتوافق النسبي في بداية هذه الحلقة، هل هو توافق تكتيكي يعني قد ينقلب داخل البرلمان عندما يريد أن يطلب الثقة لحكومته السيد القاضمي، أم هو توافق دائم حسب ما تشير المؤشرات سيستمر؟ نعم، أول مرة فلنتفق أنه المرحلة الآن هي مرحلة مؤقتة أو مرحلة إذا نريد أن نسميها انتقالية. يعني وجود السيد الكاظمي في هذه المرحلة الانتقالية اللي هي مجرد لإعداد انتخابات وتمشية أمور الاقتصادية للبلد لا يمكن أن نعول عليها كثيرا، ولذلك موقف الفصائل، وأنا أتحفظ على مفردة الميليشيات، موقف الفصائل سوف يعلن غدا، واعتقد هناك يعني اعلانات، لانه هناك مسارات اخرى، حديث اخر تم قبل تكليف السيد الزرفي. يعني السيد الكاظمي كان مرشحا قبل هذا الكلام، قبل ترشيح السيد الزرفي وانسحابه. طيب، ومن هنا كان السؤال في بداية الحلقة عن أسباب القبول به الآن. نحن لا نتحدث عن ما سيحققه وإن كانت الإنجازات ستكون تامة خلال عام واحد، أنا سألتك عن البرلمان وهذه النقطة الذي لابد من أن يتجاوزها القاضمي، هل ستساعده الكتل البرلمانية في ذلك أم كان توافق تكتيكي بهدف فقط إزاحة الزرفي؟ يعني هنالك محطة البرلمان الآن ونيل الثقة. هو يوجد محطة، هو إزاحة السيد الزرفي لأنه لم يأتي وفق المعايير أغلب الكتل السياسية. طيب، من الواضح بأننا يعني الخط ليس واضحا معك الدكتور حيدر البرزنجي الباحث والأكاديمي، قد نعود إليك في سياق هذه الحلقة. أتحول إلى الدكتور أحمد الأبيض. دكتور أحمد، ما هي حظوظ نجاح القادمي في مهمته برأيك؟ يعني برلمانيا عددية عندما يتفق مع القوى السياسية المدعومة
من الفصائل المسلحة والميليشيات، حتى الضيف لا يزعل، في فصائل مسلحة وفي ميليشيات. فصائل هنا أقصد فيها المرتبطة بالحشد الشعبي واللي هي تعلن تقول أنا مرتبطة بالقائد العام، واللي خارج هذا السياق هي ميليشيات، والميليشيا ليست سبة. يعني اللي يعرف بالسياسة يعرف معنى كلمة ميليشيا باللغة الإنجليزية تعني هي القوة المسلحة التي لديها أجندة سياسية ولا تخضع لأوامر الدولة، نون ستيت أكترز. طيب. هذا هو التعريف. أقول لما يتوافق السيد الكاظمي مع هذه القوة السياسية ومع المكونات ممثلي المكونات الأخرى، طبعا عدديا سوف يمر، ولكن أكو جانب مهم. السيد الكاظمي ما جاء فقط من معادلة عراقية سياسية أو إيرانية أو ولكن هناك معادلة ورقم أمريكي مهم في هذه المعادلة. بالتأكيد الاشتراطات الأمريكية سوف تتضح فيما بعد من خلال تصريح ترحيبي كما هو العادة من الخارجية الأمريكية، ووضعت الشروط قبل يومين من بومبيو أنه بحاجة إلى رئيس وزراء عراقي يعمل من أجل العراق وبالتالي يمنع التدخلات الخارجية وما شابه ذلك. وبالتالي هل هو قادر؟ هل هو قادر وأنتم أشرتم إلى العامل الخارجي، هل هو قادر على تحقيق توازن ما بين المصالح الأمريكية والمصالح الإيرانية داخل العراق؟ والله ستي شوفي أقول لك، أكو نظرية طرحها رئيس الوزراء السابق الأسبق في زمن النظام الملكي نور السعيد رحمة الله عليه، يقول البقاء مع الأقوى. طبعا هذه كانت تحولها من الجانب البريطاني للجانب الأمريكي. الآن هذه النظرية أيضا صعب تطبيقها ولكن ممكن تطبيقها. على السيد الكاظمي أن يرى من هو الأقوى، هذا سياسية نحن نحكي براغماتيك الآن ستي، ما هو الأقوى في المعادلة العراقية وما هو الرقم الذي يجب أن يعتمد عليه. طبعا موضوع الشارع العراقي هم الآن غافلون، يعتقدون أنه الشارع انتهى. الشارع لم ينتهي، هو في لحظة سبات تجد كورونا لكن سوف يعود في الصيف، وبالتالي سوف يشاهد. طيب. من لا يحترم. تتحدثون دكتور أحمد يعني بشيء من الغموض، يعني من هو الأقوى، ما هو المقصود بذلك؟ فلنفصل الملفات. هنالك توجه داخل العراق يدعو إلى انسحاب القوات الأمريكية، قوات التحالف وعلى رأسها القوات الأمريكية. كيف يمكن أن يتعاطى القاضمي مع هذا الملف؟ الأقوى طبعا هو كما ذكرت لك هو الشعب العراقي ممثل في انتفاضته في الشارع. الأقوى هو الوجود الأمريكي في العراق، يجب أن يرحل، وهذا هو المنطق يدعو إلى ذلك، يرحل النقاش فيه إلى بعد سنتين، إلى بعد المرحلة الانتقالية، أي عندما تجرى الانتخابات النزيهة وتشكل حكومة دائمية. في هذه السنتين العراق لازم ينسج علاقة واضحة مع الجانب، مع الأطراف العربية كلها، ليس طرف على دون طرف، ومع الجانب الأمريكي ليس بوجود العسكري، بوجود الاقتصادي والسياسي، وأن تكون ندية، وكذلك الحال لمنع التدخل الإيراني الواضح. هذا هو المعادلة اللي يريد أن يتصدى في ظل الظرف العراقي. الأمريكان قادرين على إيذاء العراق؟ نعم، اقتصاديا بكل سهولة. أبسط مثال أثبت لك إياه مدة الاستثناء الاستيراد العراق للطاقة والغاز من إيران بعد 17 يوم. وهذه بمعنى إذا الأمريكان أصروا عليها والعراق خالف الإرادة الأمريكية سوف يوضع في العقوبات. هذا جانب إيذاء ليس تخويف من عندي، ولكن هي هاي المعادلة السياسية. في المقابل إيران لا تستطيع أن تقدم شيء للعراق، هي تريد من العراق، هي في ظل عقوبات وأزمة كورونا وأزمة اقتصادية. لذلك إحنا لا نريد إيذاء إيران، ولكن في نفس الوقت نريد أن يحترم العراق من قبل إيران وأمريكا وكل دول العالم. هذا هو المطلوب من السيد الكاظمي أن يعلنه بشكل واضح اليوم وليس غدا. طيب. أتحول إلى الدكتور حيدر البرزنجي الباحث والأكاديمي التي بات حاضرا معنا الآن صوتا وصورة. أهلا بك دكتور حيدر. دكتور حيدر، كنا نتحدث عن التوازنات بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، وإن كان السيد القاضمي قادر على تحقيق ذلك، برأيكم ما هي التوليفة التي سيأتي بها السيد القاضمي من أجل تحقيق توازن ما على الصعيدين الإيراني والأمريكي في البداية؟ نعم، في البدء أجدد الترحاب بجنابك الكريم وبضيفك. أعتقد أنه ما زالت هناك خطوات مهمة بانتظار السيد الكاظمي. هو حسب ما يشاع أنه استطاع من خلال فترة معينة أن يكون وسيط ما بين بعض الكتل السياسية، لكن هل يستطيع أن يكون وسيط ما بين محورين مهمين الآن في هذه الظروف المعقدة المركبة؟ هذا يحتاج حقيقة تجربة حتى نعرف مدى قدرته على هذا الملف الشائك المعقد.
في حين الولايات المتحدة بعد هذه حقيقة فيروس تفشي فيروس كورونا الآن لجأت إلى كثير من إعادة الحوارات مع الجانب العراقي، وهذه ما صرح به السيد عادل عبد المهدي المستقيل. إذن هي عازمة على فتح ملفات جديدة ومفتح حقيقة حوارات أخرى جديدة. ولكن بومبيو كان واضحا لا انسحاب، هنالك حوار استراتيجي ولكن لا انسحاب. في شهدنا في الأيام السابقة ما اعتبرته الولايات المتحدة الأمريكية إعادة انتشار، يأتي ذلك في ظل كلام عن إمكانية أن تواجه ضربة لبعض الفصائل المسلحة وكانت قد فعلت ذلك سابقا. كيف يستطيع أن يوازن بين كل هذه المعطيات في هذا التوقيت السيد القاضمي، ومن يدعمه في ذلك؟ يتمتع هو بعلاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وممكن أن تتعامل وتتعاطى معه الولايات المتحدة في هذا الخصوص، لكن أيضا يتمتع بعلاقة جيدة قبل الحادثة التي حدثت حقيقة في مطار بغداد، هو استشهاد الشهيدين. هناك أحداث توالت على السيد الكاظمي كونه مدير جهاز مخابرات سابق، الآن باعتباره الآن مكلف. الحديث عن عدم انسحاب الأمريكان، حقيقة نعتقد أن أمريكا سوف تنسحب خصوصا بعد جائحة كورونا. الآن الوضع في أمريكا مختلف تماما. ماذا يمكن أن يقدم السيد الكاظمي في هذه الفترة والمرحلة المعقدة؟ ممكن أن يتمتع بتسهيلات كثيرة في مرونة عالية يبديها الجانب الأمريكي من أجل أن يخلق توازن معين في هذه الفترة المعقدة مع وضع اقتصادي حقيقة كبير وخانق، وأعتقد أنه المهمة هي شبه الانتحار في هذه الظروف، لكن تعتمد على خبرة وتجربة. السيد الكاظمي لم يزاول العمل السياسي سابقا بهذه المهمة بهذا الحجم، يحتاج إلى وقت. هل يسعفه الوقت لمدة 6 أشهر أو 9 أشهر حتى يستطيع أن يقيم علاقة متوازنة ما بين القطبين، أو يستطيع أن يعادل هذه المعادلة ويعكسها على المجتمع العراقي وعلى السياسة العراقية؟ ما رأيكم؟ أجد وفق هذه المعطيات صعبة جدا، أجدها صعبة في هذه المرحلة. أتحول من جديد إلى الدكتور أحمد. دكتور أحمد، الدكتور حيدر أشار إلى الخلفية الأمنية للسيد القاضمي، خلفية أمنية أيضا نظر في موضوع المصالحة الاجتماعية، كتب عن المصالحة الاجتماعية. ما ملامح التوليفة التي يمكن أن يأتي بها للعراق؟ ذكره الدكتور حيدر صحيح، هو عنده يعني ممارسته أمنية، ما نعرف قد الخلفية الأمنية. هو الرجل من وسط ثقافي وأدبي وإعلامي، ولكنه ترأس المخابرات، جهاز المخابرات منذ عام 2016. أقول مارس العمل الأمني. تحدث عن الخلفية الأمنية، تعرفين جنابك تعني شيء آخر. لذلك أقول هذا أعطته جزء خبرة إدارية كأول عمل يمارسه. الرجل من حيث الأصل للأمانة للشهادة لا يميل يعني إلى أن تكون الدولة فوضى فيها مجموعات مسلحة وما شابه ذلك، يميل للدولة المستقرة. هذا هو فكرة، وحسب ما قرأت أنا من يعني أطروحات الكثيرة، يميل إلى السلم المجتمعي، يميل إلى المصالحة المجتمعية، يرفض الطائفية منهجا وفكرا، وهذا شيء جيد للعراق. لكن الآن مثل ما تفضل ضيفك من بغداد، المعادلة معقدة دوليا وإقليميا، والكل لا يريد أن يخسر، حتى الولايات المتحدة الأمريكية إذا اتفقنا على أنها تريد أن تغادر العراق، وهذا به نوع من الاستحالة حاليا، أنا أقصد الخروج الأمريكي كامل من قواعدها الاستراتيجية وليس إعادة الانتشار. أيضا أمريكا تبحث عن مصالحها في العراق. دولة تقول لك أنا جيت قبضت نظام واحتليت بلد وصرفت مليونات وقدمت قتلى، ولا بالتالي ليس من السهولة أغادر لرغبة هذا الطرف أو ذاك. إذا يجب أن أحقق معادلة التصادم السياسي. في المقابل إيران أيضا لديها دالة على هذه القوى السياسية الموجودة والمتحكمة بالسلطة، أيضا لا يمكن أن تترك العراق. هذا من الناحية الدولية والإقليمية. محلياً هذه القوى السياسية عندها خوف مما حصل في 1 تشرين من الانتفاضة الشعبية، رغم كل التهم التي ألقيت على هذه الانتفاضة. في ظل هذه المعطيات المعقدة، وباء كورونا، احتجاجات شعبية، وضع إقليمي ودولي ينعكس بشكل واضح داخل العراق، بالتالي ما هي الأولوية ستكون دكتور حيدر للسيد القاضمي؟ الأولوية سوف تكون في حقيقة جانبين. الجانب الأول هو العامل الاقتصادي اللي يمر به العراق وفق معطيات الانخفاض الكبير في أسواق النفط، والجانب الآخر هو التهيئة للانتخابات القادمة، وهذا ما كان ينتظره المتظاهرون السلميون
وكذلك ما أشارت إليه المرجعية وحتى اتفاق الكتل السياسية. هناك اتفاق تم إبرامه مع كل مرشح يأتي أنه يجب أن يهيئ إلى انتخابات قادمة حقيقة قد تغير صورة المشهد السياسي في الأيام القادمة. هذه المهمتين هي أول المهمات التي تنتظر السيد الكاظمي إذا تم التصويت عليه في البرلمان العراقي ولم يتغير الموقف. دكتور حيدر، هل أنت متفائل مع السيد الزرفي؟ أنا متفائل دائما حقيقة. أعرف أنه العراق يمر بمخاضات عسيرة وكبيرة، ولكن حقيقة دائما ما تنتصر الإرادة الشعبية. أنا لا أعول حقيقة على الكتل السياسية لأنها حقيقة تخبطت في هذه المرحلة تخبط كبير، وهذا ما يحسب ضدها. أعتقد أن هناك تراجع نسبي بهذا التخبط، ممكن أن تتفكك هذه الأزمة في الأيام القليلة القادمة وممكن أن تنضج الخيارات. شكراً دكتور حيدر البرزنجي الباحث والأكاديمي، كنت معنا من بغداد. كما أشكر من عمان الدكتور أحمد الأبيض الكاتب والمحلل السياسي. نهاية هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر، نلتقي بإذن الله في قراءة جديدة في ما وراء خبر جديد. إلى اللقاء.